كابتن طارق، اخر سؤال. انا عارف ان حضرتك مجهد من المباراه، لكن اعذرني، اخر سؤال لازم اسالك. اكيد كل الجماهير نفسها تعرف الكابتن طارق يحيى. كلنا عارفين طبعا ميول كل واحد فينا. انا لو مسكت مين ببقى اهلاوي، كابتن طارق يحيى يعني جواه زملكاوي بيحب الزمالك، لكن شغله وانتمائه خلاص دلوقتي البتروجيت. بتفكر ازاي في نادي انت بتحبه كمدير فني، وانت كمان عايز تكسب بفرقتك وعايز ترتقي لمركز اكبر، عايز تقول ان انا كسبت نادي الزمالك، لكن جواك قلبك جوا نادي الزمالك. بتفكر ازاي في مباراه نادي الزمالك كابتن طارق؟ لا، هي ما فيهاش تفكير يا ميدو. انت عايز تعمل ماتش كويس وتكسب الماتش، لان انت ده شغلك واكل عيشك وولائك وانتمائك الاول والاخير لشغلك واكل عيشك. انتمائك بقى وحبك لنادي الزمالك ده قصه ثانيه. احنا أكيد كلنا زملكاويه وانتوا كلكم اهلاويه، لكن انت لو قابلت النادي الاهلي هتعايش. اكيد دي حقيقه، دي حقيقه. كابتن فوزي سكوتي لما نفس الكلام، ماهر همام نفس الكلام. فانت بتتكلم صح، حبك وعشقك لناديك اللي اتربيت فيه، في نفس الوقت عايز تبان بشكل محترم قدام الناس بالظبط وقدام نفسك بالظبط، وتلعب فير بلاي يعني. بالظبط فاحنا الحمد لله يعني. يمكن انا عايز اقول لك ان احنا بنتهم، او انا شخصيا يعني بتهم ان انا ايه، ببقى متعاطف مع الزمالك. لا لا، استحاله استحاله استحاله. انا بقول لك لا، ده تحولك بقى معلومه. ساده وتؤمن بالله، لا لا الا الله، انا ما تعادلت مع الاهلي غير مره واحده. الاهلي كسبني كل الماتشات. بالعكس انا في الزمالك يعني سنتين ورا بعض نضيع عليهم مثلا بطوله مثلا. ومع ذلك بقول لك ايه، ده طارق يحيى قدام ان الزمالك بيبقى طاري قوي. مع ان انا اللي مضيع الزمالك لو تفتكر ماتش مع المقاصه ومع الجيش اللي فات كسبت الزمالك. مع الاهلي ما بكسبش يعني. الاهلي كسبني السنه اللي فاتت في اخر ثانيه لو تفتكر في الجيش، في استاد الجيش في السويس، لما رحنا لما كنت بس طلائع الجيش بجون ميدو جابر لو تفتكر في اخر في الدقيقه 94 ونص. احنا جامدين يا كابتن طارق. لا انتوا في الدقيقه 94 ونص دي بقى ممكن واحد يتفرج عليها. عايز لك شويه حظ يا طارق، عايز لك شويه توفيق. الزمالك امبارح الماتش اللي فات امبارح كسب في الدقيقه الاخيره، فيعني الزمالك بدا اهو يتعيد اهو كويس حاجه. يا رب يا رب يرجع. وكل التوفيق لك كابتن طارق. حضرتك مدرب محترم وشخصيه محترمه، وان شاء الله ترتقي بدرجات المكانه اللي يستحقها معاك ان شاء الله. ربنا يخليكم. توفيق يا كابتن. كل التوفيق. كابتن ماهر وكابتن توفيق. توفيق يا كابتن.